لازلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة لليوم الثاني على التوالي، لننقل لحضراتكم فعاليات منتدى الفجيرة الثقافي بدورته الثانية، وها هي قد اختتمت للتو الجلسة الافتتاحية الصباحية الأولى لهذا اليوم الثقافي الطويل التي تناولت موضوع دور النتاج الفني في الحفاظ على الموروث والتراث. وأنا هنا أود أن أتوجه بشكر خاص إلى الناقد الأستاذ محمد أشحات الذي أوضح لنا الفرق بين الإرث والموروث والتراث. أمجد، صحيح. وطبعا لمزيد طبعا من تفاصيل هذه الجلسة، لاحظنا أيضا وصول سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام في الإمارات، وطبعا كل من عمل على إنجاح هذا الملتقى وهذا المنتدى له الشكر والتقدير. وللمزيد من تفاصيل هذا الملتقى معنا ضيف ليالي. ومن هذا الضيف؟ مشاهدينا، معنا ضيف جدا مميز هنا في الاستوديو الخارجي، معنا من جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتورة الفنانة معالي الوزيرة إناس عبد الدايم، وهي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية. أهلا ومرحبا بك معنا في إمارة الفجيرة في بلدك الثاني الإمارات. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتورة. تحت الهواء حضرتك ذكرت لي أنك على رأس وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أنكم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى وزارات الثقافة تحاولون خلق منظومة متكاملة ربما تكون منسجمة مع بعضها البعض في هذا الإطار. دعينا في صورة هذه الجهود المباركة. والحقيقة وضع استراتيجية موحدة ممكن تكون صعبة، لأن طبعا في اختلاف في مضمون كتير بالنسبة لدولنا، ولكن المرحلة دي أنا يمكن بقول إن أنا محظوظة إن في تولي المسؤولية في المرحلة دي في أكتر من وزيرة ووزير في المنطقة العربية، إحنا على وفاق شديد ومهم جدا مع بعض، ويعني تمت مقابلاتنا في أكتر من منتدى وحدث ثقافي هام جدا في أكتر من دولة، من خلاله قدرنا إن إحنا نتوصل الحقيقة إن نحط نقط، مش عايزة أقول استراتيجية كاملة ولكن على آليات عمل آليات وخطى محددة بنتفق كلها يعني فيها على أساس إن هي بتمس دولنا كلنا. هل أن أسألك في أي إطار تحديدا؟ هو كل طبعا يعني مركز في جزئية الثقافة والاستراتيجية العامة وربط الثقافة بالسياحة في دولنا العربية، محاولة استخدام الموروث الثقافي في ترويجه بشكل كبير جدا، في خطة كبيرة الحقيقة خطناها كمان أيضا بالنسبة للحرف التراثية، لأن الحقيقة كل معظم الدول بتاعتنا كلنا كمنطقة بتمتلك موروث الحقيقة حرفي هام جدا جدا، فبدأنا في شراكات محددة، زائد طبعا يعني تبادل المهرجانات وتبادل اللقاءات الثقافية أعتقد بدأت تفتح مجالات واسعة بشكل أكبر أكيد مع الوزير، ويعني تعزز من الحفاظ على موروثاتنا الجميلة والشعبية. هي الحقيقة برضو عايز أقول دايما هذا الوصال كان دائم بين دولنا العربية، ولكن الجديد فيه أن يكون حراك حكومي، أن يكون الأقوى الدبلوماسية الثقافية على غرار الغرب. نعم. ولكن معالي الوزيرة، بما أنه يعني نلحظ أنه العديد من المثقفين والأدباء اهتموا بتأريخ الحضارات وتأريخ ثقافة التراث والموروث الشعبي لجميع البلدان العربية، هناك نعلم أن هناك تراث مادي وتراث لا مادي، وهذا ينقسم إلى شقين، المادي ممكن أن نحتفظ به ونجعل له متاحف وإلى آخره، ولكن اللامادي دور الأدباء والمثقفين بكتابة الروايات وحفظ هذا التاريخ للموروث الشعبي. ولكن برأيك أنت اليوم، هل نجحنا بإضافة كل التفاصيل من الموروث الشعبي في كتبنا لإيصاله للعالم أجمع، بما أنه الجلسة الثانية محورها هي الأدب العالمي، فهل سيصل صوتنا بتراثنا إلى العالم؟
الحقيقة يعني ده سؤال مهم جدا. في مجهود كبير جدا على مستوى العالم العربي ككل بالنسبة لهذه الجزئية، ولكن بينقصنا الحقيقة شيء هام جدا يمكن جميعا، وهو يعني المجهود المبذول ضخم، ولكن هو إيصاله للخارج هو يمكن ده، أو تسويقه للخارج يمكن ده اللي بينقصنا شوية. ما هو السبيل إلى ذلك؟ ما هو أكيد طبعا لازم يكون في خطة واستراتيجية واسعة وموسعة، وأعتقد إن إحنا هنا بنقول يعني ده احتياج إن أكتر كدول إحنا كلنا نكون مشاركين فيها، زي ما هم في الخارج صوتهم أسرع للوصول إلينا، إحنا محتاجين توصيل صوتنا، توصيل موروثنا. بيوصل بشكل معين، لكن الجزئية اللي بيتكلم فيها ودي هامة جدا، ما هو ما يكتب. إذن إحنا بنتكلم على النشر، بنتكلم على التسويق النشر، بنتكلم في نقط كتيرة جدا. يعني مثلا هعطي مثال، في مصر إحنا من ضمن نشاطات وزارة الثقافة مركز الترجمة، إحنا بنترجم لعدة لغات كبيرة وضخمة جدا جدا، ولكن ما ترجمناش من العربية للغات أخرى. نعم صحيح. كوزارة، وهو ده مشروعنا اللي احنا بنعمل عليه الآن، لأن ده هام جدا جدا. موروثنا إزاي ممكن طبعا كتب لنجيب محفوظ ترجمت من خلال ترجمات خاصة طبعا، نعم. ولكن احنا كوزارة كدولة كاستراتيجية ورؤية معينة أعتقد هتختلف كتير من وجهة نظر الوزارة بالموروث بتاعها، إنه يتم ترجمته وينشر أو يصدر للخارج، وهو ده هذا المشروع اللي شغالين عليه حاليا. بما أنه معاليك جئتي على ذكر هذه الجزئية أمجد، يجب أن نشير أو نذكر كل المشاهدين إلى أن هناك 10 أعمال من كل فئة من الفئات المشاركة في الجائزة سوف يتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. بالزبط. وهو ده الحدث الحقيقة، أنا يعني سعيدة جدا بتواجدي في هذا الحدث الهام جدا جدا، لأن يعني أنا فوجئت الحقيقة بأن العمل عليه قائم من مدة طويلة والإنتاج فيه قوي جدا، وهو ده الشيء العظيم، أن يعني بنفاجأ وهنفاجأ إن شاء الله غدا بالجوائز اللي موجودة، هنفاجأ بالناتج الجوائز المشاركة. وهو ده اللي احنا محتاجينه. بتمنى أن هذا المشروع يعني يكون أشمل ويعني يشمل أكتر من دولة عربية، ونكون مصر فيها شراكة معاه، يبقى أعتقد أن ده ممكن تكون خطوة إيجابية جدا. نتمنى أن تنسحب هذه العدوى الثقافية على كل بلداننا العربية. ما في شك طبعا إحنا عندنا في مصر بشكل آخر، وهي جوائز دولة، ولكن هنا أنا شايفة أن هي المنتدى مركز لشيء معين ومحدد وقضايا محددة، يمكن لو شملناها، وطبعا شايفة الضيوف من كل بلدان العربية، لو يعني شملت أكتر من دولة ممكن يكون التأثير فيها قوي. يعني السنة دي بتنفس في الفجيرة، السنة الجاية ممكن تنفس في القاهرة، السنة اللي بعدها ممكن تكون في تونس أو تكون في المغرب. صحيح. دكتورة إيناس، في كثير يعني سأخذك وأبحر بك إلى عالم الموسيقى، العالم الجميل لك وبيتك معالي الوزيرة، ولكن أنت اليوم ترين أن هناك بالأجيال الصاعدة لهم أذان سامعة للطرب وللموسيقى التي تقدر، يعني بين قوسين بالعامية المتعوب عليها أنه هاي موسيقى فعلا تسمع ويعني تقدر من العازفين. كونك كعازفة وكونك كفنانة، والفنان دائما حساس يترجم أحاسيسه، بما أنه تكلمنا عن الترجمة، يترجم أحاسيسه على أوتار عود، أوتار قانون بآلته الموسيقية، برأيك أنت أهمية دمج الحراك الثقافي بعالم الموسيقى وجعل رسائلنا نحن بالوطن العربي من ثقافتنا تترجم من الموسيقى جزء، من الكتاب جزء، من الرواية جزء، كل أحد بحرفته، كل أحد بأدواته، كيف برأيك يمكن أن نخلط مزيج من هذا الدمج الثقافي؟ طبعا ده هام جدا وفعلا مهم، ولكن يمكن أنا وجهة نظري أن الموسيقى هتكون أسرع لغة عالمية. هي اللغة العالمية، أولا لغة عالمية، لغة سهلة، لغة محبوبة للعالم كله، وأسرع للقلوب، ولكن يعني مش فقط للفكر، ولكن هي بتخترق القلب على طول. الحقيقة دي يعني حاصل فيها حراك كبير على مستوى الفن في
في مصر واعتقد كمان في كتير من الدول العربيه، ولكن يمكن التجربه كانت فريده في مصر بحاله المزج. طبعا احنا انا يمكن كفنانه كمان بميل دايما للفن الاصيل، الفن الطربي الجميل، ولكن ما ببعدش كتير عن مقتضيات الحاضر، وما ببعدش كتير عن التحول اللي حاصل في العالم كله، لان لازم نعترف ان في تحول فكري وفني حاصل على مستوى العالم. صحيح. كله وفي تغيير. هل نواكبه نحن اليوم كعرب؟ نعم. هذا التحول؟ نعم، هل نحن نواكب جداً هذا التحول كعرب؟ جداً حضرتك، بس بينقصنا تسويقه. بنواكب جدا ولكن ينقصنا تسويقه. النهاردة أنا بتكلم نواكبه كمستهلكين أم كمنتجين؟ كمنتجين ومش مستهلكين، كمنتجين وتصديره وتسويقه خارجي. لكن احنا بنقدر نخاطب داخلي كويس قوي، لكن في الخارج ده اللي احنا بينقصنا، انا بعترف الحقيقه. لكن النهارده حاله المزج اللي بتحصل ما بين الموسيقى التراثيه والموسيقى الغربيه والحاله اللي حاصله في العالم كله، احنا متقدمين فيها جدا، وصلنا لها باكثر من لغه وباكثر وبسرعه جدا مزج. وعلى فكره احنا كعالم عربي بنمتلك مواهب غير عاديه. صحيح. وفريده. صحيح. وحقيقي فريده، لان بتتكلم اكتر من لغه، مش لغه واحده. هنا اللغه انا ما بقصدش بيها. صحيح. لغه الكلام، انا بقصد بيها التميز. نعم. لغه التميز، ان انا بمتلك التميز الغربي مع تميزي انا كشرقي. صحيح. وكعربي الحقيقه. فده احنا موجود وسريع جدا، ولكن محتاجين زي ما بقول أن يظهر للعالم كله. صحيح. نحتاج إلى أظهار الإبداع العربي بكل مكنوناته الثقافية القادرة على التماهي مع الغرب دون التخلي عن موروثها الشعبي وعاداتها وتقاليدها. أم صحيح طبعا. صحيح. أنا ألاحظ ليالي، يعني ما شاء الله، أنا بحثت في الصفحة الرسمية لمعالي الوزيرة على الفيسبوك النشاطات والفعاليات اللي بتشاركي فيها، فصراحة أعجبت بها، لأنه الكثير من الفعاليات تتكلم ليست على نطاق فقط جمهورية أم دولة أو إقليم، بل هي كانت تنص بالعنوان إلى الأرض، إلى العالم. هذه الفعالية عنوانها كذا كذا إلى العالم. نعم. فأعجبت بالمحاور، أعجبت بالعناوين التي تنص عليها الفعالية. هذا الصباح معاليك استخدمت مصطلح تسونامي العولمة، إذا ما توافقينني الرأي. أين نقف نحن من هذا التسونامي في عالمنا العربي؟ ركبنا الموجة أم بعد؟ ما هو أي موجة. يعني هي الفكرة، إحنا هنا يمكن شوية نحن يعني اليوم نتحدث عن الإطار الثقافي. يعني إحنا هل الموروث الشعبي العربي أو الثقافي العربي هل هو بالفعل اليوم مؤثر في فضاءات الرأي العام؟ أنا ليه وجهة نظر الحقيقة، يعني إحنا بنتكلم الموروث وبنتكلم احنا يعني لازم ناخد بالنا ان احنا ما عندناش موروث موحد. لا، احنا كمان الموروث الداخلي جوانا، يعني احنا بنتكلم دايما الموروث ده شيء رائع جميل جدا، والهويه، لكن هي بداخلنا، هي في ثقافتنا، هي في حركنا، هي في لغتنا، هي في التعامل الانساني اليومي الموجود. صحيح. فاحنا مش بعيد عن هذا الموروث، ولكن هنا احنا يمكن من خلال الندوه، وكانت شيقه جدا الحقيقه، وهو الحوار معالجه هذا من خلال الفن. بس انا برضو ليه وجهه نظر الحقيقه، احنا بنتكلم وقضايا كثيره جدا في الارث الثقافي على مستوى العالم العربي تمت معالجتها في اكثر من مرحله وفي اكثر من عصر. اكيد كل مرحله كان ليها وجهه نظر مختلفه، لان التاثير الاجتماعي كان مختلف، التاثير السياسي والثقافي كان مختلف. فهنلاقي ان القضيه واحده ولكن تم علاجها باكثر من شكل واكثر من محتوى في عصور متعدده، بوجهات نظر مختلفه، بمبدعين مختلفين. يعني قصدي ان الموروث ده احنا عايشين فيه، احنا بنتحرك بيه الحقيقه، ولكنه لغته بتختلف كل من بلد لبلد، وبتختلف من مدينه لمدينه، من مرحله لمرحله. نعم. نعم اكيد معالي الوزيره. دكتوره ايناس، يعني لاحظت من قراءتي ان لديك اهتمام كثير بالاطفال، وذلك ضروره لتاسيس طبعا الاجيال منذ يعني بداية حياتهم، يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هذه المقولة التي لطالما حفظناها ولكن قليل من اتبعها فعلا. معالي الوزيرة، بما أنكم يعني مؤثرين و
ما شاء الله في مناصب يعني تستحق أنكم توجدون فيها كحمل وزارة بأكملها وزارة الثقافة، وهذا عاتق عليكم وليس مجرد اسم. يعني نحن نحييكم لجهودكم، ولكن ضرورة الاهتمام بأجيالنا اليوم، ضرورة فتح مساحة الإبداع، سواء من يحب الكتابة، سواء من يحب القراءة، سواء من يحب العزف. يعني خلينا نتكلم عن دعم المواهب والهوايات اليوم. نحن يعني نقيم المنتديات، نحن نقيم الملتقيات، ولكن أين مواهب براعمنا الصغار؟ أين مواهب أطفالنا؟ إذا أردنا أجيالا تخرج أجيال فعلينا البدء طبعًا من البذرة طبعًا واللبنة الأساسية. طبعا يمكن إحنا كان الحقيقة لنا تجربة فريدة وقديمة في هذا المجال، وهو إن إحنا مصر بتمتلك مجموعة من مراكز تنمية المواهب للأطفال في كل أشكال الفنون الحقيقة، من رأس الباليه، الموسيقى، الغناء، الآلات التراثية الموسيقية، في الرسم، لأكثر من حاجة. وبدأناها وكانت يعني متمركزة في القاهرة، وكانت بدايتها القوية في دار الأوبرا المصرية بكل مسارحها. ولكن الحقيقة يعني من بعد تولي المسؤولية يمكن كان عندي حرية أني أقدر أحقق الفكرة اللي أنا مؤمنة بيها جدا، وأن أحقق هذا الشكل في محافظات مصر، بما أن طبعا وزارة الثقافة بتمتلك كثير من أصول الثقافة على مستوى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية وقرى، وده شيء هام جدا. فبدأنا في تنشيط هذه المراكز لنشاط الأطفال، اللي أنا مؤمنة جدا بأن الجيل ده هو الجيل اللي أنا بقول هيحمي يعني أمتنا العربية في المستقبل، وهيحمينا إحنا كمان، فيجب الحفاظ عليه، ولازم الحقيقة التوعية الكاملة له بالكامل. وأنا شايفة أنه من وجهة نظري لازم ياخد كل الفرص اللي ممكن تتاح له علشان يبقى عنده مساحة أنه يبدأ ويفكر وفكره ما يتجهش للتطرف بالمرة يعني. نعم. فالحقيقة بدأنا فيها بشكل كبير جدا في محافظاتنا. طبعا عايز أقول إن كل محافظة لها طبيعة ولها موروث ولها طابع ولها إرث. نعم. ولها حاجات كتيرة جدا جدا، التعامل معها ده هام جدا جدا، يختلف من محافظة طبعا أخير. يعني كل زي ما بقول لحد كل محافظة احنا بنعمل استكشاف او بالاصح بحث احتياجاتها. ايه احتياجات المحافظة؟ نعول على الطفل او نعول على المرأة او نعول على الشباب، بنشوف ما مدى الاحتياج الناقص، لان طبعا احنا مصر كبيرة. نعم. وأطرافها كتيرة. صح. وثقافتها متعددة، فهنا المخاطبة هنا بتكون مختلفة. لكن بدأنا الحمد لله في تنشيط ده جزئيا للشباب، جزء ولكن مهم جدا، لابد من وجود عوامل مشتركة بين كل هذه المحافظات. طبعاً مفيش شك، مفيش شك، ولكن في النهاية ان احنا لازم يبقى في يعني خصوصية في التخصصية في العطاء المبدئي، وبعد كده ناخد الناتج. طبعا معاليكي، نحن اليوم في منتدى الفجيرة الثقافي، ولكن هناك العديد من المنتديات الأخرى المتخصصة ربما للأطفال، وشكرا أمجد أنك جئت على ذكر هذه الجزئية للأطفال. وهنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ورش العمل يعني لا تنتهي، المتخصصة للأطفال ودعمه، وأيضا أكيد أنتما على اطلاع ببرلمان الطفل العربي الذي رائع. تم إنشاؤه مؤخرا ومركزه الرئيسي في إمارة الشارقة، رائعة وجميلة. والحقيقة أنا عايز أقول أن الإمارات لها مبادرات هائلة جدا جدا في ما يخص الطفل وما يخص أصحاب الهمم والمرأة. أو المرأة طبعا، احنا طبعا عندنا نفس الشكل، ولكن اعتقد المراحل الجايه ان شاء الله هيكون في تعاون بشكل كبير جدا، لان هي قضايا واحده تقريبا. نعم طبعا معالي الوزيره، حديث شيق وحديث ثقافي حضاري، مزيج من الفن، وانت كفنانه شكرا لك على هذا اللقاء المثمر والممتاز بصراحه. ليالي سنذهب الى فاصل قصير، مشاهدينا ابقوا معنا. شكرا لك معالي دكتورة إيناس عبد الدايم. شكرا.